سالم على نجمة فهم 73 278 700، نجموا تدخلوا معنا في المباشر إذا كان عندكم أي موضوع تحبوا تحكيوا فيه فيما يخص البلدية وعمل المجلس البلدي. دونك احنا بكري قبل ما نخرج شوية من الأخبار سي محمد كنا نحكيوا على الليجان، كنا نحكيوا على الأنشطة الثقافية الأنشطة الرياضية. الليجان اليوم في صلب المجلس البلدي قداش عندك من قداش فما من لجنة؟ هو احنا 18 عضو وعندنا 10 لجان. 10 لجان ناشطين الكل العشرة والله كيما حكينا في خارج المستمعين ما سمعوش هذاك اللي حكيناه في الاوف، الكل المستمعين ما عندهمش عليه فكره. شوف هو اللجان مش كلهم ناشطين حقيقه، معناها واحد لازم يكون على 10 قداش يخدموا؟ والله على 10 نقول 6 يخدموا. 6 6 شكونهم؟ شوف عندك لجنه الثقافه، شوف لجنه الثقافه، لجنه الرياضه، معناها فودير لا فيريتي، معناها هذوما معناها من 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 لجنه النظافه زاد سيرتو النظافه، معناها لجنه ناشطه بالباهي، فهمتني؟ دونك اللجان الاخرين معناها دونك هذوما ثلاثه نقول معناها هما هذوما ثلاثه ماهمش سته. ثلاثه ما تو انت حرشتني شويه بالسؤال باش جماعه علاش الاحراج سي محمد؟ ما هو مزري لازمنا نسميو الحاجات باسماء. ما تعرف الاخر بكل باهي. يعني شوف انا شو نقول ثم لجان سي محمد اليوم باش تقول لهم اللي ربما في المجلس نورمالمون يتقالوا اكيد راكم تحكيوا فيه. انت يا لجنه الثقافه راهو الاداء نتاعك باهي، راك قاعده تعمل في انشطه ثقافيه، والا راهو لازمك شويه تتحرك ثقافيا في الجهه. لجنه الرياضه راهو كذا، واللجان ماهيش قاعده تخدم زاد لازمها تقدم شويه في العمل نتاعها باش على قليله، على خاطر زوز انت تو ذكرت ثلاثه لجان يخدموا على سته، انت قلت سته يخدموا سته، وما نقول لك لجنه الاعلام زاد والتواصل معناها دونك نجم ندخلها في السته. لجنة الإعلام شنو مثلا شنو قاعدة؟ بيان سور هي معناها هي تتواصل مع الجميع مع الجمعيات والمجتمع، وهي توصل المعلومة للإدارة وتهبطها على السي. لكن اللجان هذوما لجنة الإعلام ما تفيدش برشا المواطنين، عطينا اللجان اللي عندها احتكاك مباشر بالعمل اليومي. لجنة النظافة هذه لجنة معناها عندها احتكاك بالمواطنين. باهي. لجنة الطفولة والشباب والرياضة. سي محمد اقرب لي شوي للميكرو سامحني. باهي، ولجنة الطفولة والشباب والرياضة عندها دونك باهي فما أنشطة شبابية رياضية في عندك لجنة الأشغال زاد لجنة ناشطة برشا، ما يفوتي معناها من تاع رخص البناء وكذا، دونك معناها برمي اللجان الموجودة. بلا عندكم برشا فلوس إذا كان فما برشا رخص. لا برشا رخص. ولا يشوف المداخيل نتاعنا قداش ميزانية هي؟ حوالي بالعنوان الأول والعنوان الثاني حوالي 2 مليار 200، معناها 2 مليار و200 في الكل قاعدين تدخلوا في الاداءات معناتها في الاقتصاد. الاداءات شوف نسبيا ثم السنه ما تعرف نظرا انك العفو الموجود دونك في الزبله والخروبه، دونك دخلنا في على الاداءات على البنايات المبنيه حوالي في 70%. فهمتي دونك والاداء العقار الغير مبنيه دخلنا الحقيقه شويه بكل دونك 22 الى 55 معناها اقل من 50%. دونك هذوما نرجعوا للليجان العشره، من 10 ليجان سمينا توا ثلاثه هما اللي قاعدين سمينا ثقافه، لجنه الشباب والرياضه، ولجنه النظافه والبيئه، واشغال والتهيئه العمرانيه. والاشغال والتهيئه العمرانيه الاعلام انا ما حسبتهاش. دونك ما حسبنا. دونك الاخرين ايش نقول انا؟ لجنه الماليه اللي هما اللي هو اللجنه الماليه والاقتصاديه ومتابعه التصرف، معناها النشاط نتاعها شنو هو المتابعه نتاع الميزانيه، ونقول نشطت من الاول وبعد هيك شيء معناها في الفتره الاخيره نقص النشاط نتاعها. دونك عندنا اللجنه الاداريه زاد كيف خدمت من الاول وبعد هيك شيء نقص النشاط نتاعها، فهمتش؟ هذوما اللجان اللي هما من الاول ندفعوا شويه وبعد هيك شيء معناها في الفتره الاخيره ما نقص النشاط نتاعها. بالنسبه لنا كنخو لجنه المراه والمساواه كاف الفرص، دونك عملت اجتماع ولا اثنين في عام، دونك ما نجمش نقول معناها رغم انه دور المراه كبير في قصيده المدينه راهو اللجنه هذيا لجنه الشغل فاقدي سند وحامل الاعاقه كيف عملت زوز ثلاث اجتماعات ماكسيموم، فهمتني؟ دونك كناخذها باللجنه فهمتني؟ اللي جاء لجنه الفنون والثقافه والتربيه والتعليم هذه لجنه معناها ناشطه زاد كيف قلت لك معناها تابع الثقافه، دونك ناشطه تابع القائمه قاعده تقوم مع الجمعيات في انشطه إيه ثقافيه. سي محمد انتم مثلا انت تقول لي لجنه حاملي الاعاقه مرتين بركة عملوا اجتماع، لجنه المراه والمساواه مرتين بركة عملوا اجتماع، انتم مثلا في المجلس البلدي في سير الجلسات نتاعكم ما تقولوش علاش ما تتحسش اللجان هذيا ولا تكلفهم بمأموريات باش على قليله يتحركوا شويه؟ صحيح شو ما تعرف احنا عملنا تقييم، واحنا ديجا والله امس برك عملنا اجتماع في صلب الموضوع هذا على اساس احنا ان شاء الله بعد غدوه عندنا اجتماع
مع ما في نطاق المجلس النهار 11 وباش نبعثوا مره باش يصير معناها مراسلات لجميع الرسائل اللي جات حول تقديم البرنامج نتاعها في 2020. معناها انت اعطيني برنامجك شنو باش تعمل نشاط، واحنا بيان سور اون فونكسيون تاع الميزانيه ولا حسب الميزانيه باش نتعهدوا مثلا اختشيت تنجم تقطع عليك انشطه اللي انت ما تنجمش تمولها ولا تقترح انشطه انت تبرمجها، دونك باش يتم في الاتفاق ان شاء الله معناها في معناها ديسي الفان دو موا ماكسيمو على ضبط برنامج ثقافي رياضي، خاطرش احنا انت تولي الجمعيات عندنا اكثر من 20 جمعيه في البلاد دونك وناشطه وتعمل في تكوين تاع صغيرات عندنا مثلا تاع الشيك تاع الشطرنج عندنا زوج جمعيات ناشطين بالباهي بالباهي دونك وعندهم حتى معنا ميداليات على مستوى معنا قومي وعالمي، عندنا كيف كيف الجمعيه نتاع كره السله نتاع البنيات فهمتوا ديجا هي في المرتبه الاولى دونك في 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 الجهه دونك وناشطه بالباهي، دونك هذوما جمعيات الرياضيه وثم زاد جمعيه المسرح وجمعيه العدو الريفي مازلنا كيف عملنا نشاط في قصيبه مديوني الجمعه هذه نهار لحد اللي فات عدوا معنا دونك على مستوى 16 كيلومتر قومي معناها نشاط قومي معناها على مستوى قومي حضروا حوالي اكثر من 500 واحد من كامل الجمهوريه، دونك ثم انشطه مش 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 معناها ما ثماش، واحنا في العطل نتاع مارس ونتاع عطل نتاع التعليم بجنرال مو قاعدين نعملوا في انشطه في كل عطله في وسط البلاد نعمل في بعض الانشطه، لكن هذا معناها منقول لازم يكون معناها لجان دوري الاجتماعات نتاعها دوريه ويلزمها تقدم لنا برامج، وهذا هو باش يصير ان شاء الله السنه في 2020، وان شاء الله كانت تقدم مره اخرى تكلمونا في الموضوع هذا نعطيكم كل البرنامج نتاع كل لجنه وشنو وافق المجلس، وهذا نوعد به انا وقعدت به ان شاء الله في محضره في يوم السبت هذا المواطنين اللي باش يحضروا باش هذا ما قلنا باش نحاولوا ننشطوا اللجان لازم تصير لهم كيما نوع نتاع مراسلات موتيفاسيون ويقدم كل واحد برنامج وكيف كيف زاد معناها كل واحد نوعدوه مش يعمل برنامج وما يتنفذش كل واحد نحاول في حدود امكانيات البلديه باش ننفذوا بعض الاقتراحات ان شاء الله وان شاء الله في 2020 تتحسن كيفيه العمل نتاع اللي جاء ان شاء الله. باهي باش نعمل ترتيحه صغيره مع الببليسيتي ونرجع معك ريم موصلين في موضوع على زوم 73 زوم على بلديه تقسيمه المديوني، خليكم معنا ما تبدلوش الموجه. لأول مرة في تونس سيرفيس ماتنانس فوالا 24 كانك صاحب صنعة نجار دهات حداد بلومبيي عرف بروحك وقيد في الابليكاسيون فوالا 24 فوالا 24 أول ابليكاسيون في تونس فيها باز دو دوني كاملة لأي سيرفيس ينجم يجي على بالك فوالا 24 سهل عليك حياتك. تيليشارجي الابليكاسيون فوالا 24 غراتويتمون من الاب ستور والبلاي ستور. نجمة بلدي تقسيمة المديوني ضيفتنا اليوم بلوتو نحن ضيف في قسيمة المديوني بمعنى نحكيه في الشأن البلدي وكل ما يخص المواطنين. سي محمد رضا الحاج سالم رئيس بلدية القصيبة اليوم حاضر بحذينا دونك حذينا حكينا شوية على المشاكل البيئية، حكينا شوية على الطرقات، حكينا على مشاكل التطهير سورتو اللي موجودة في البلديات الكل. باش نرجع معاك ريم دونك في الفقرة هذي قبيلة شوية كنت حكيت مع سي محمد على ترتيب قصيبة المديوني في تقييم أداء البلديات. الترتيب هو 106 وطنيا وعدد النقاط هو 85. مثلا كي نقارنك بالجارات نتاع قصيبة المديوني ترتيب خايب شوية. ايه متي ما حبيتش صارح بيه. 106 وطنيا 106 وطنيا سي محمد، معناتها علاش 106 وطنيا؟ علاش اليوم بلديه القصيبه مثلا مقارنه ببلديات اخرى؟ نحكيوني مثلا على مش بعد بعيد صياده 91 نقطه، لمطه 96 نقطه، لمطه وبوحجار نفس عدد النقاط اللي هما 30 وطنيا، انتوما 85. والحقيقه حتى ترتيب النقاط اداء النقاط اللي تم اسنادها معناتها ماهيش في مستوى النقاط نتاع البلديات الاخرين. نحكي على ولايه المنستير، حسب رايك شنو اللي خلى قصيبه المديوني اليوم ماهيش في طليعه الترتيب؟ شوف كان واحد ديما لازم يقيم ويحاول يتحسن بيان سور، اما نعطيك اشكال هو شوف بلديه تقسيم مدوني نقص اطار بصفه غريبه. دونك احنا كان تدخل الاطار الموجود في تقسيم مدوني عندنا اربع اطارات معناها في مستوى معين مو يخدم فهمتي. قداش عندك الكل في الكل قداش؟ والله باش نعرفوا اذا كان معناتها على اربعه قداش من واحد؟ هو شوف هو النقص احنا دار في 2020 اون فاركروتي خمسه اشخاص باش نركروتيو معناها متصرف وتقني
متصرف وتقني وثلاثه معناها عمال معناها متعدي الاختصاصات. دونك الكادر احنا ناقصين سبري ناقصين بالباهي، والكادر الموجود توا حاليا يعني معناها ثم معناها ثم جماعه يخدموا ثم جماعه ما همش في معناها اني نقولها متحمس ويتي بالمستوى نتاع في التقديم ما نجموش نعمل اضافه معناها محدوديه ولا خذها كما تحب انت، اما ما نجموش ما تعرف ما نجموش يطوروا من الاداء وموكي ما تلك حدود الله فهمتي ما دونك ثم ليميت دو كومبيتونس دونك في مستوى معين دونك يلزمك تعمل العباد هذوما وتدخل ناس جدد. دونك انا ثم طفله بنيه سيرتو نعطيك مثلا توا كان ناخذوا الاداءات وكذا دونك ما عندناش كلكا الا معناها الا لاهي بالامور نتاع الاداءات وكل كنت تقول لي نحب ننتدب متصرف معناتها ما فماش شكون لاهي بال ما فماش شكون لاهي معناها ما نقولش ثم ماهوش في امكانياته محدوده ولا هذا في الـ في الـ في الـ دونك انت كي تجي تلقى الرول نتاعك في فان داني مش حاضرين ولا معناها واحد يجي يمشي يخلص يمشي يلقى يلقى عنده اربع ديار و12 دار وما تعدلتش فهمتش الورك وعنده دار ولا اثنين معناها هذه حوايج حقا من قبل صارت. دونك وانت لتوا معناها في 2020 ومازلت معناها ما عندكش اطا كامله نتاع ال 4000 دار ولا 4500 دار الموجودين في الخصيبه وكل واحد قداش معناها ديجا هذه يلزم عمل هذا هو باش يطورك كبلديه فهمت كي نحكيو على ولسي الانفورماتيك الانفورماتيك دونك عندنا نقص تام في الـ في الـ في دونك باش تعملوا ريكروتمون باش تجاوزوا هل النقص اللي حاصل هذا عندك ماتير انفورماتيك ناقص دونك هذوما انت باش تحسن خدمات العباد والناس اللي تدخل كذا دونك هذوما يحسنوا في المرتبه نتاعك سيسور معناها كيف تولي عندك سيت ويب مريقل الناس تدخل وتجاوبها النفاذ المعلومه يعني قادكم زاد حتى في النفاذ المعلومه زاد علاش قلت لك لازم هذوما كل يلزم يتحسنوا ميزانيه البلديه اليوم تسمح بال معناها بالانتدابات هذه جديده قداش كتلة الاجور اليوم في البلديه؟ والله كتلة الاجور احنا في 40% دونك معناها كبلديات معناها مازلنا معناها ما تعرف ما تلزمكش تفوت 50% دونك احنا في 40% دونك احنا عملنا حسابنا ما نفوتوش 50% ما نجمش نفوت 50% ديما تحت 50% السقف تاع 50% ما نوصلوش ما نفوتوش دونك مسموح انه فما تصير انتدابات جديده احنا وافقنا في المجلس البلدي ودونك باش يتم توا ديجا احنا دخلنا شوفور بالور الكاميون انا حتى في مستوى الشوفوريه راهو ناقصين الخدامه ناقصين دونك ما عندناش موظفه انا نحكي لك كبلديه معناها احتياجاتها عندها برشا طلبات لكن احنا ان شاء الله في 2020 باش تتم الانتدابات هذه واحنا تو في شهر جانفي باش نعلنوا عن الانتدابات تو في شهر جانفي انا دونك ان شاء الله دي سي نقول 3 4 موا يتم الانتدابات ما تعرف لازم شهرين ان شاء الله تصير انتدابات معناتها قانونيه وشفافه مش كيما في بلديات اخرين ساعات نلقاو ولد العم ولد الخاله والخو ولد والصهر بلي درجه القرابه تنجم تكون بعيده شويه نلقاهم هما اللي يتم انتدابهم. نعطيك جوست فكره دخلنا شوفور نتاع بولور اش عملنا نسقنا مع الوكاله نتاع النقل البري كي جاوا عاد جابوا الكاميون نتاعهم وخلصناهم وعدوا لهم تيست ولا قالوا هو الخير نجحنا باش تاخذ فكره على بلديه دونك شفافيه في الانتدابات تبدا معنا دونك تبدا واضحه دونك احنا كيف اللي نوعد به انا في نطاق الخمسه انتدابات باش تتم في 2020 تكون شفافيه تامه ووضوح تام بقدره الله حسب الكفاءات زيد على خاطر مش ضروري نكتسوا العمل وقدراتهم محدوده ونقعدوا في نفس النقطه لا لا بقدره الله ندخلوا كان ناس كومبيتون وهما اللي باش يحسوا علاش قلت نرجعوا احنا للترتيب نتاعنا يعني نوع كان تحسن يدخل العباد وتحسن انت المستوى نتاع التعامل مع العباد وتحسن من العمل نتاعك في وسط العمل البلدي الرول وكل كل يبدا حاضر دونك ونفذ المعلومه زاد واحد يجيك يقعد شهر باش ياخذ معلومه دونك ما كيف ما تعرف دونك هذا كان يتحسن تحسن التقييم نتاع واضح احنا كريم نوصلوا للختام الصبحيه اليوم ختام اللقاء معك سي محمد رضا شكرا على الحضور يعطيك الصحه باش نخليك الكلمه الاخيره بيان سور شكرا بارك الله فيك احنا في المنبر هذا نحب نحيي اهالي قصيبة مديون عطاو فيه الثقه والحاجه دونك ان شاء الله اللي نوعد به اللي وعدنا به في الـ في الـ في, الـ في الانتخابات راهو قاعد يمشي وقاعد احنا وعدنا ثمن مراجعه مثال العمراني تري امبورتون قداش قصيبة معناها تسكرت على ربع شيره وما تنجمش تبني كانوا الفوق دونك هذا بصدد بدينا قول بصدد مثلا الناس ما تحبش كلمه بصدد رانا حذرنا للترم دي ريفرنس ونستناو في الكراسه نتاع الشروط نتاع وزاره التجهيز للقيام بالعمليه باش نبداو متفقين عندنا حمايه قصيبه مدينه الفضانات هذايا راهو مشروع باش يبدا تو في 2020 عندنا واد مهرس مريك معناها ديجا بدات الاشغال عندنا خلال 2020 حوالي بين 9 و11 كيلومتر تكييس في وسط البلاد
معنا في في في, في القصيبة المديوني باش يتم هذا على حسب ما تقول عاجم بين 9 و 11 على حسب لابيل دوفر اش تعطيك اسمنا دونك التطهير ثم المناطق هذه نتاع نظور ثلاثه والحي الملعب والبساتين وكلهم هذوما الجهات هذوما ثلاثه وبعض المناطق اخرين الناقصين هذوما تعهدنا مع التطهير في 2020 باش يتم حل الاشكال تعهدت هذه الكل انا باش نكونوا في المتابعه عليها سي محمد ومعك متابعه روحي مش انت واضح احنا نكونوا في المتابعه ريم انا اخر حاجه نحب نختم بها الحقيقه نحكيوا ديما على الحكم المحلي والعمل البلدي اللي قاعد ارسينا الحكم المحلي ولكن ما عطيناهوش القوانين والاليات والاعتمادات اللازمه زاد خلينا نكونوا واضحين على خاطر حتى الفلوس تصبت مخر برشا للبلديات وفما بلديات اللي مازالت ما خدتش الاعتمادات نتاعها كامله دونك باش تنتدب ولا باش تحسن من الاداء ولا باش تشري ماتيريال ماهوش سهل في 2019. الحاجه الثانيه ما نتفقش فيها مع سي محمد انه التقييم يبدا من الشهرين ثلاثه الاولانيين مش بعد عامين ونص على خاطر المواطن ما نجم يحس اللي المجلس البلدي قاعد يخدم الا ما يشوف حاجات قدام عينيه والتدخل يصير في حومته وفي هو والا مع الجيران والا في المنطقه اللي هو فيها. ابارامون السكان نتاع قصيبه المديوني في اغلبهم وحتى اللي حكينا معاهم في القصيبه عندهم نوع من الرضا ربما ماهوش برشا وهذا اكيد ما نجموش نرضى ولا حاجه 100% ولكن عندهم نوع من الرضا على اداء المجلس البلدي على اعتبار انه هما ديما يلخصوا المجلس البلدي في شخص رئيس البلديه اللي هو شخصيه مستقله بعيده على الاحزاب وهذا اللي خلى نوع من الشرعيه كيما بون مش نفس المقارنه ولكن كيما رئيس الجمهوريه قيس سعيد عنده شرعيه في تونس دونك سي محمد عنده شرعيه نتاعو في قصيبه المديوني على اعتبار ماهوش متحزب وبعيد على اللي قاعد يصير في السياسه. حاجه اخر حاجه نحب نختم بها الكفاءات في تونس موجودة إذا كان نحكيه مثلا على رؤساء البلديات في كل مرة نلقاو كفاءة من الكفاءات اللي ربما نجم نستعينوا بخبراتهم ولكن نوفروا لهم الاعتمادات اللازمة الآليات الضرورية والقانونية والتشريعات النجم حتى تحميهم وقت اللي هما قاعدين يقوموا بالأداء متاعهم. نحكيوني مثلا على اللي قاعد يصير باي اكزامبل هوني في سوسة رئيس بلدية سوسة اللي حب يطبق القانون في بعض المناطق في المسلخ البلدي في سوق البلدي وكل ولكن ساعات كما قال هو التيرم هذاك باش نعاود نستعمله فما نوع من الاستقواء على البلدية هذا اللي يصير في سوسة راهو جزء من اللي قاعد يصير في برشا بلديات اخرين ربما ما نسلطوش عليهم الضوء ديما ولكن راهو عندهم زاد هما بعض المتاعب في الاداء نتاعهم. هذا ما يعنيش انه لازمهم يخدموا وينفذوا الوعود الانتخابيه نتاعهم الكل على خاطر المواطن انتخبهم باش يكون هو على قليله يكونوا هما صوتهم في الدفاع على المشاغل نتاع المنطقه هذيك على اعتبار ان هما اهل البلاد ومالي المكان دونك ليهم ولاولادهم وللاجيال اللي باش تصير من بعد. وتحيه بربي للعباد اللي من قصيبه المديوني فرحوا برشا بالإكيب نتاع نجمة فهم هات لحد دونك ميرسي بوكو للعباد اللي استقبلتنا غاديك وخاصة انه رئيس البلدية ما منعناش من التصوير كما في بلديات اخرى. شكرا لك سي محمد على الحضور. شكرا لكم. شكرا ما احنا على ذمتكم ان شاء الله يعيشك في اي تساؤلات. شكرا لك تحية كبيرة برشا لاهلي قصيبة المديوني لكم انتم اللي سمعتونا من 7 نتاع الصباح حتى للوقيت هذا ان شاء الله نهاركم زين جمعة مباركة للجميع ونقول لكم ان شاء الله نهاية اسبوع موفقة للناس اللي تسمع فينا الكل. خليكم ديما برانشي على نجمة فهم. باي باي في الامان.